ما هو قالك عيدك على شنير زحبالك، واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد. ودع احزانك ما هو قالك عيدك على شنير زحبالك، واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد. والبسمة خليها تلالي وتسامح لو عندك غالي، ما هو عيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد. كفاية ألم وكفاية جراح، خلينا نعيش أجمل أفراح، لما نسامح بعضها نرتاح ونعيش العيد. ودع أحزانك عيدك على شنير زحبالك، تمنيته بخيالك يا ليالي الفرح ما فيش تاني، أحزان ما احنا معانا أمان، هنغنيها أحلى أغاني والكل سعيد. الدمع ما فيش وزعلنا ما فيش، رغم جرحنا هنضحك ونعيش ونعيد أحبابنا معانا أهلا بالعيد. ودع أحزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح بالك، واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد. ودع أحزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح بالك، واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد. والبسمة خليها تلالي وتسامح لو عندك غالي، ما هو عيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد. يا ليلي كيف انتوا الان العيد؟ ورغم انه في عيد انت لا عند اهلك ولا عند ناسك، انت موجود في مدرستك. احنا موجود في المدارس في ذا عيد نضم البلاد نمشي صلاح البلاد. ده اهم حاجه يعني. اهم حاجه البلاد. البلاد اهم حاجه انك تامن المواطن. نامن المواطن، نامن البلاد، نامن الطريق. انتوا في العيد رغم انه انكم بلا راتب بلا ايش رسالتك للمنتظر او للحكومه من اجل ان ننتبه لمقاومه العيد؟ احنا من اجل الوطن، من كل شيء من اجل الوطن. احنا كلنا خرجنا من سب الوطن، ما خرجنا من سب رواتب، خرجنا من سب وطننا. بس الرواتب تحتاجها من اللي بقوا نسمع عن مسارب ولا شهداء، في ناس المضايبة معاهم، في ناس معه وفي ناس ما معهش. ايش تقول للنقر علشان نسرع الرواتب للشهداء، للي هو قريع، اللي معه اطفال، اللي معه اللي بالجبهات ورابط مع اطفال معه شيء معه. احنا محتاجين راتب، محتاجين الرواتب، ما كان الرواتب ينفع يغطي مره. عيدك مبارك كل عام وانت. حق على الأيام وفريد من الأوهام، تشبح مع الأنغام، افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. حق على
سلم على احبابك واهلك واصحابك، سلم على احبابك واهلك واصحابك، كل من عاداك مبروك عليك. عيد مبارك ولا انت بخير؟ وعليكم السلام، وانتي بخير والشعب اليمني كله ان شاء الله بخير. الان كل الناس معيدين في بيتهم مرتاحين، انتم موجودين في المدارس، بالنسبه لكم ماذا يعني لكم مدرسكم؟ وجودنا في المدارس اكبر راحه حاليا، فنحمد الله على كل حال، نشكر الله على كل شيء، فهذه عيشتنا، هنا راحتنا ان شاء الله، نظل ان شاء الله اصحاب كرامه وعزه والى ان يشاء الله. انت الان رغم انكم انتم الان نشتري منكم رساله توري الناس انه انا موجود وراتبي مش موجود، ولكن انا من اجل العزه والكرامه موجود. هذا الشيء اكيد، فنطالب القاده حقنا وبندار وكل من هو مسؤول، نقول له الله الله بالمجاهدين، الله الله بالابطال الذين هم في المدارس، الذين هم في الجبهات، فالله الله فيهم. الآن الحمد لله من بداية رمضان إلى العيد نسمع بانتصارات متتالية على تعز، إن شاء الله الانتصار، فما رأيك؟ ماذا تقول عن هذا الشيء؟ أكيد إن شاء الله خلال شهر رمضان هذا في تقدمات لأبطال المقاومة في كل الجبهات وفي كل مكان يعني. بعيدكم إيش انتصارات؟ إن شاء الله انتصارات، سنظل انتصارات إلى أن يريد أرحم الراحمين. بعيدا عن صامتين صمود الجبال الى ان يشاء الله. ابناء تعز دائما صامدين لاجل العزه ولاجل الكرامه، هذا الشيء اكيد. عزها الهلال والله يا جمال نوره بيضم خياله، ربنا بيكرمنا وحلى ايامنا وضحكنا الدنيا معنا. كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله يهل علينا هلال شوال واليمن وتعز بأفضل حال، وعيد مبارك. هذا العيد يأتي بعد شهر الخير، شهر رمضان فيه الخيرات فيه العبادات، يأتي العيد كأحد الشعائر الإسلامية التي وصفها الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، بأن للمسلم عيدين، عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، فنسأله تعالى أن ينعم علينا بهذا اليوم المبارك، واليمن بخير وعافية واليمنيين بأفضل حال، ويكون يوم توحد لليمنيين ونبذ للفرقة والمشاكل التي أصابت المجتمع اليمني، فهذا يوم يدعو إلى التآلف والتوحد وإعلان الشعائر الإسلامية لله عز وجل وحده، فنحن في مجتمع إسلامي محافظ ندعو للوحدة الإسلامية والوحدة العربية لتكون لكلمة العرب والمسلمين واحدة في هذا اليوم المبارك. من عيد تعز الجميل نقول للعالم كله كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم طيبون، أنتم تعيشون هذه الذكرى بأمن وأمان وسلام، بعيدين عن الحصار، بعيدين عن القذائف، بعيدين عن الإرهاب بكافة أنواعه،
ونحن لنا عيدنا الخاص. نعم نحن تحت النار وتحت الحصار وتحت القذائف، إلا أن عيدنا كما ترون عيدنا جميل، وعيدنا نشط، وعيدنا متفاعل ومستمر. نهديكم أغلى التحية ونطلب منكم الوقوف الإنساني والجاد الذي يتطلبه منكم القيم الإنسانية والقيم السماوية للوقوف مع هذا الشعب المحاصر منذ أكثر من 3 سنوات. احنا نقول لأبناء تعز عيدهم مبارك. أولا المقاتلين اللي موجودين الصامدين في الجبهات وفي المتارس، نعيد عليهم كل عام هم بخير. وبعدين موظفي تعز المحرومين من مرتباتهم الذين لهم أكثر من 10 أشهر بدون مرتبات وصابرين وصامدين، وأبناء تعز كذلك المحاصرين الذين لهم أكثر من 2 ونص وهم بدون إغاثة داخل المدينة هذه المحاصرة المنكوبة. نعايدهم الجميع، نقول كل عام بخير، وندعو للعالم جميع، نقول من هذه هي تعز تحتفل بأعيادها وتشارك الناس في أعيادها رغم الوقع، رغم الألم، رغم الجراح، رغم الحصار. في هذا اليوم المبارك يوم عيد الفطر المبارك نقول للأمة العربية والإسلامية كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد وقد نعمت هذه الأمة بالأمن والاستقرار وتخلصت من كل ما ينغص حياتها من الفساد والكوارث والأوبئة والحروب والفتن. وبإذن الله تعالى نحن هنا في تعز عيدنا بإذن الله تعالى بنكهة المقاومة ونكهة النصر. في هذا العيد نرسل رسائل إلى الحكومة الشرعية وإلى رئيس الجمهورية، أولا نبارك لهم هذا العيد، ثم ندعوهم ثانية إلى أن يلتفتوا إلى إخوانهم في محافظة تعز وبالذات الموظفين المقطوع رواتبهم منذ ما يقارب 9 أشهر وهم يعيشون معاناة كارثية وأوضاع صعبة. نتمنى على الحكومة ورئاسة الجمهورية أن يلتفتوا إلى أوضاعهم وأن يبادروا بصرف الرواتب لهذه الأشهر لهؤلاء الموظفين. كذلك بإذن الله تعالى نتمنى أن يعود هذا العيد وقد نعمت تعز بالاستقرار والنصر على الانقلابيين، وبإذن الله تعالى يتحقق للأمة العزة والمجد والسودد والتمكين إن شاء الله عز وجل. وعيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير. خرج هؤلاء الناس، خرج سكان تعز هذا اليوم ليثبتوا للعالم كم أن هذه المدينة الصامدة الصابرة بقوتها بعزتها بشموخها قادرة على أن تحيا، قادرة على أن تستمر، قادرة على أن تعيش. سكان هذه المدينة برغم الوجع وبرغم الألم إلا أنهم يسطرون أروع صفحة، يسطرون صفحات في سجل التاريخ بأن هذه المدينة لا يمكن ولا يمكن أن تكسر أو تنكسر. خرج الأطفال، خرج الشباب، خرج الشيوخ، خرجت النساء يفرحون بهذا العيد، يتصنعون الفرح برغم الوجع، يتصنعون البهجة برغم المواجع، ليقولوا للعالم أن كل سنة وتعز بخير، كل سنة واليمن سيخرج من كبوته، كل سنة والعالم بالحرية والعزة والكرامة يعيش. أقول لسكان مدينة تعز، لأحرارها، لشيوخها، لرجالها، لنسائها، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم بالعيد تحيون وبالعزة تشمخون وبالنصر تؤزرون إن شاء الله. هلا ويا هلا بالعيد الحب والسعيد.
تهدي حاجة لأهلك وأصحابك من المنشودة؟ يلا يلا. بنتي صغيري فلسطيني لسه بامر الورد، قلبي طيب صافني ولا عم بأذي حد. أنا بنتي صغيري فلسطيني لسه بامر الورد، قلبي طيب صافني ولا عم بأذي حد. بعرف بيتي وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي تلاقي حدي بالمحبة والحني. بعرف بيتي وبعرف أرضي، بعرف أرضي وبعرف أهلي. إحنا عيد مبارك اللي أنتم بخير علينا وعليك. كيف العيد معاكي؟ حلو. كيف رحتي بالعيد؟ مشي مشي. هاتي هاتي خلنا نحب العيد. يعني مش بدنا نحكي بالعيد. يلا يلا. ليه؟ كل ما تنشي دول حاجة. سندس. شكرا يا سندس. يلا كنتي أنت أكيد حافظة صح؟ لا. ليه؟ ما حافظة. مين اللي حافظة؟ والله مايا. كيف أشوف هذه القمر؟ إيش اسمك؟ مايا. كل عام وأنتم بخير؟ إيه. كيف العيد؟ حلا. حلا؟ كيف عملي لنا نشودة؟ يلا. ماما قالت لي. يلا. قليلة. قليلة. كيف عملتي؟ ماما قالت لي سندس. عيدكم أحلى والجنة أحلى عيد. إيش؟ عيدكم أحلى والجنة عيد. عيدكم احلى وجنتكم احلى. من كمان؟ تعال تعال تعال. اني قاسك لي دمي يا محلى دمي يا محلى دمالي لام الامين. الحمد لله والشكر لله. برافو عليك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كيف العيد معك؟ حلو. تحب العيد؟ ايش تحب تغني لنا؟ تحبي تغني لنا اغنيه ولا حاجه؟ اكيد انت تعرف تغني. كيفكم؟ اوش يلا ابدا. قولي لنا شو ده. يلا. ما عنديش. ولا ما تحبش تغني؟ ايوه. ولا اي شو ده؟ ولا ايش تقول يا الماما؟ احبه. تحبه كثير ولا قليل؟ كثير. وبابا؟ بره. كثير. لا اللي سافر سيبه. لا كثير. اللي سيبك؟ لا كثير. وماما تصلح لك وتوديك المدرسة؟ كأحبه. والعيد كيف ايش تقول لها بالعيد؟ عيد مبارك.
هو قالك عيدك على شنير تحبالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد ودع احزانك ما هو قالك عيدك على شنير تحبالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد والبسمة خليها تلالي وتسامح لو عندك غالي ما هو عيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد كفاية لم وكفاية جراح خلينا نعيش أجمل الأفراح لما نسامح بعضها نرتاح ونعيش العيد ودع أحزانك معي مفيش وزعلنا مفيش رغم جرحنا هنضحك ونعيش ونعيد احبابنا معانا اهلا بالعيد ودع احزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح بالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد ودع احزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح عيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد يا ليلي يا 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 ليلي ليلي ليلي